هاي السلام عليكم، مرحبا يا الناس كل. لازم هاللايف بصراحة مش نوضح فيها ثلاثة نقاط اللي كتبتهم من فوق. فما ثلاثة حاجات تو في تونس ولاو أجور نشوفو فيهم، وثلاثة كذبات، وثلاثة ضحك على الذقون، وثلاثة ما فماش منها. هذا رأي شخصي يهمني وحدي، واللي مش عاجبه الكلام هو حر. هذه اللي تدور نهار كامل وتبطن في الخبز الجاتو، خبز الجاتو بيستاش بعشرة آلاف، هذه كذبة كبيرة وتحايل وضحك على الذقون. الحاجة الثانية شوكولاتة دبي اللي كسرونا بها روسنا، حاشا نعمة ربي ولا واحد يعمل فيها صحيح. أنا ريتو كلها غفص وفرعس ودرا شنو، وحط شوكولاتة دبي فستق بعشرة آلاف قايدوا عنك، اللي هو كيلو الفستق يا عبيد في ضرب بمئة ألف. وهذوما الجماعة بتاع سبع جبونات صناعية وخلط وكريم فريش وعظم وسكالوب ني مع بطاطا مع طماطم ولاكوز ودرا شنو وساندويتشات، وهذوما يا سيدي رانا حاسدينهم والناس ربي عطاهم خير. هذوما ثلاثة حاجات قاعدين يدوروا برشا في فيسبوك، وبرشا عباد يدافعوا على لعب الناس هذوما. أول حاجة يا عباد ما فماش خبزة جاتو 10,000 بالفستق، هذه كذبة كبيرة. خبزة جاتو ما فيها حتى شيء بالمارجرين وبالزيت وأتعس ما فما في الجاتو. صغيرة ديامتر 25 20 راهي ب 20 دينار. تعرفش ما نفعها شيء تراب، عبارة تاكل في التراب، عرفتك اللي يبيعوا فيها قبل في العطار كوش جينوازة قد هكا وكوش كريمة غصص قد هكا، تو الكريمة ولا يعبوها بالزيت باش تولي تري وليس. هذوما راهم ب 20,000 تقلع. كيفاش أنت سيادتك جاي تكذب على العباد وهاني حال اللايف ونعمل في خبز جاتو ب 10,000 اللي هو كيلو بيستاش ب 100,000. هذه كذبة. وكي وشنو البيستاش يعني مش حاطين لهم كعبتين بيستاش ب 10,000؟ انا حكيت لكم انا خبز ديما 25 جينواز وعظم وطرف زيت وكريم وبير بالزيت تتكلف ب 20 دينار. هذه الكذبه الاولى. هذه شوكولات دبي اللي شدوا لها الكنافي فتفتوها ويغفصوها ويزيدوها لون اخضر حاشا نعمه ربي، يحطها ويذوبوا في الكاتي كلاسي ويحطوا فيها في السيليكونات ولكز وحطوا خرج شوكولاته دبي. منين جابوها الحكايه هذه الله اعلم. شفتها انا كل مره طلع لنا واحد يعمل في شوكولاته دبي، واللي دبي نفسها ما في بالهاش باه الحكايه هذه. كان في تونس يعني والله نشوفها كان في تونس الحقيقه، اللي هي خرجت حاجه محلاها شركات تخدم على روحها ربي يعينهم، جات لتونس كبولها ساعتها كلها ولا تفلح فيها ويشري الكنافه يلكوزها يصبغوها ويحطوها من داخل كيما الجازون حاجه نعمه ربي، وقاعده على شوكولاته دبي. والاخر اللي عامل لي سبع جبونات صناعيه وسكالوب على طماطم على بطاطا على على كريم فريش على ما نعرفش شنو يخلكوز فيها يخرج لي في بلاستيك. لو كان الواحد ما نعرفش انا شكل غريب شنو رانا حاسدين يا اخويا، علاش باش نحسدوه الدعم اخويا؟ اخدم الصحيح وربي يعينك اخويا. انا نخدمه في الوتله اليوم برك، انا كانت عندي انا صحة تزف التحاليل صح، اما يرحمونيش نهار تطلع لي نيجاتيف. كي يبدا فيها طرف وسخ واحد مسها بيده مسخ هاي تام والعام تجيني انا يعني. اش بيكم انت ما تخدموش كيف ما نخدم انا يا صاحبي؟ يخدموا كيفنا يا معلم يعني. وقت تجيني لي كريستال الوتيل هنا يبدا يفلي لي فيها فليان يخلي يشد حاجه كي تو ندخل الحبس انا، وتجي انت تلاك وزلي كي درا شنو اخي ماشي بالك احنا ما نفهموش الناس كلها بهيم، والاخر يعمل لي والله راه فما ناس اللي خي تاكل ما تفهمش. يا اخي سامحني، اي واحد ياكل في تونس بذواق ويفهم في الماكله، مش اي واحد راه يفهم في الماكله، وراه اللي يفهم في ومش اي واحد راه لاباس عليه ولا فقير ولا غيره يفهم في الماكله، ما عندهاش حتى دخل بالامور الماديه. ينجم يكون زوالي مسكين يخدم في الدومين، يخدم في دومين درا شنو، ينجم يكون ضويخ، ينجم يكون لاباس عليه ملياردير تعطيه مخروري يذوقها مش باش يعني يعطيك اللي هو راه يعني الذواقه ما تتقاسش بلاباس عليه وفقري ومزمر ودرا شنو. فلهذا يا خويا تحب تخدم على روحك وربي معطيك خيره كيما انتم تحكوا، يخدم بنظيفه صح. راهو سكالوب يا عمي راهو لازم يطيب في درجه حراره فوق ال 70 ديجري. تجي انت تحطه لي ناي فوق البطاطا فوق الطماطم والبصل وتخلط لي فيه فوق الكرياد بواحدة نتاع ماستيك وتعمل لي انت يا ربي عطاها يا اخي، ربي عطاك ربي عينك. يخدم بالصحيح يا صاحبي. السكالوب هذاك انت مش تعمل بيها الخلط الملاكوز هيري السحريه برا طيب وفي تومبيراتير اخويا صحيحه، واخدم بطريقه صحيه صحيحه ومرحبا بيك يا صاحبي. مش كتلكز لي في واحد وشعرك عريان تنجم تطيح شعره، الشعره هذيك تعرف ايش انت قداش تنجم تمرض لك من عبد يا اخي. في بالكم انت مسامحني سبيطارات العباد المعبيه بالمرضى، في بالكم انتم يعرفوا روحهم باش مرضوا هم بكسكروت الاستياد ولا بكسكروت عمار بالزور الكونسير اللي عاش في تونس كل يوم. ما فماش عائله في تونس ما عندهمش واحد مريض بالكونسير. مش في بالكم من الهواء انت ما هم السموم اللي توكلوا لهم فيه؟ شنو يا صاحبي سبع جبونات يا اخي راهو بدن راهو
شنو هو سبع جبونيات وطلع صحيح شعالي فوقهم في شاني مو فاش تعمل صح كوليسترول راهو قتيل هذاك تهز الناس الواحد احنا مع اي واحد يخدم على روحه ما تكذبوش على عباد وخدموا بطريقه صحيه يا اخي شنو خبزه بيستاش ب 10000 علاش كنت تكذب دي عام 80 ما كانتش ب 10000 يا كيلو بيستاش ب 100000 خبزه جاتو دي باش تعملها بيستاش معناها خبزه جاتو بيستاش يعني جينواز بيستاش كريم بيستاش براليني بيستاش هذه هو البيستاش في بالك انت محك البراليني تي ودي بحكه بات اللي هي النكهه المنكهه هذاك ب 20000 المنكهه نتاع البيستاش تعطيك نكهه بات فما فرق بين البراليني بيستاش وفما فرق بين البات بيستاش انت كي تخدم بالبات بيستاش الحكه ب 20000 كي مش تخدم لي يا حبيبي انت بسكوي داكواز ولا ريس بيستاش 100% يا معلم ثلاثه اوراق يحب لك اقل شيء 800 غرام ولا 400 يا ودي نحطوا 500 غرام يا حبيبي منين تجيب لي فيها الفلسفه دي بالك احنا ما نعرفش بهي ما نعرفوش مش جيت تتعدى علينا تقول لي خبزه جاتو ب 10000 علاش كنت تكذب بالكريم وبير اللي كلها زيت هذيك وجينواز عظم وفارين وسكر متكلفه ب 20000 جاي انت وتعمل لي كليونات يا العزيز يعرف انا كليوناتك يا معلم وشكونك انت اصلا وشكونهم هي كليوناتك واللي دافعوا عليك كيف دي الناس مرضتوهم قتلتوهم تستقبلوا في العبيد بالرخص والبخس كم كواها وقاتي بتاع بنين انا قاتوا 10000 بنين يرحم والديك انا نخدم فيه انا قاتوا عندي 20 سنه ما تجي انت تعطيني فيه دروس نبعث انا كتب لها كومنتير واحده تعمل لي تعطيك الروسيت الصابون انا مش ناكل الصابون عارفوش القاتوه احنا يزيك ما تكذبوش على العبيد صارحوا العبيد واحكوا بالواقع صح عبيد قتلتوه مرضتوه الناس دخلتوه للسبيطارات بالخمج والوسخ والهم اللي توكلوا لهم فيه شنو خبزه جاتو ب 10000 وين جيت هذه اللي هو مورس وتو يبيعوا فيه ب 10000 وتصور لك من فوق عملتي طرف لوز نايم مهروشتها مش حتى طايت انت كي جيتي بروفيسيونيل ما تحطش اللوز الناي فوق خبزه جاتو من غادي تعرف ان انت ما عندك حتى علاقه بعالم الجاتو يعني كشوف الرزاز اللي عملت لك خبز الجاتو تقول حاشا نعمة ربي خري بتاع جاتوس انا نعرفك انت ما عندك حتى علاقه بالباتيسري شنو جاي تحكي لي خدمتي وكليوناتي يعرف يعني كليونات يفهم في الجاتو هما هذاك خبزه جاتو عشان نعم تربي حطيت لي طرك كعبتين لوز هاك اللوز راه فما زاد اللوز راه فما اسوام وانواع راه باش ناس تفهم راه فما رز جيبوا لوز جيبوا فيه من امريكا منحين ليه الزيت هذا لوز شيء الزيت نتاعو منحين هو لوك اللي يجي منحين منه الهواء تفهم فيا زيرو يا معلم ما فيه لا مطعم لا بنك كاين تاكل في التراب هذاك اللوز اللي يخدموا به مهر وشت لي اربع كعبات لوز حطتهم لي من فوق هاك اللوز المذرح اللي الكيلو نتاعو ب 20000 تعمل به 10000 خبزه نفى كاي على العين وحطته لوز ناي مش حتى محمرته ولا مطيبته في الفور وتحكوا تكذب على العباد لوز خبزه جاتو بيساج فلي هذا ما عادش تكذبوا العباد وانا والله ليكم بالمرصاد ولا وكل لغه جديده اعطونا عاين كومنتيرك ودرا شنو نشكي بيك يا ودي كان انت كان تمشي تشكي بي انا ما ندخلك ب 100 سنه يا انا خويا نقول لهم حاجه برك جيبوا لي خبزه جاتو هذيك اللي تعمل لي فيها السيده هذه يا وكان تطلع فيها 1% بيستاج جربتوني انا بالحبس وكان تطلع اذا ما تطلعش فيها 200000 حديفو ما ندخلها هي للحبس تحكيوا على الليجيان تعرفيه انت الليجيان وتعديتي عليه وشفتيه في حياتك مش معرفك بيه ابن عمي قاعده تكذب على العبيد لميت لك الاربع نسيا اللي ما يعرفوا شيء في عياد من يحبوا على الرخص بالبخس تبدا فرحانه خاطر خذيت خبزه جاتو ب 10000 يا صاحبي خي الناس للدرجه اغبياء ناس راهو تفهم والشعب التونسي راهو ذواق وراهو فما ناس تفهم في الدومين هذا يعني واحد من الناس كي نشوفها كيما قلت لك الرصاصه اللي عملتها لي حاشا نعمه ربي واللوز ناي فوق الواحد نفهم كل شيء اللي انت مع اور سي جي عرفتك المراه في دارها تحب تعمل خبزه جاتو والله انا معاك ما تكذبش على عبيد تقول لهم خبزه جاتو بيستاش دونك يرحم والديكم يا عبيد اللي يحب يسمع كلامي يسمع ما يحبش امور راهي خبزه جاتو اللي يقول لك خبزه جاتو بيستاش ب 20 وب 30 راهو يكذب عليك من 30 وهبط يا خبزه جاتو بيستاش يعملوا فيها قداك ب 70000 ب 80000 وشوف تخلص شوف ليه راهم يخدموا فيها واغلبيتها مظلومة اللي يخدموا تشري لك حكه نكهه منكهات نتاع بيستاش اللي كي تزيدها للكريم وتكثر منها تولي مره حاشا نعمه ربي ما تاكلش يصبغوها لك خضره بالكولوران والماء يقول لك هاي بيستاش مش هذاك البيستاش لو الحب يخدم خبزه جاتو بيستاش راهو بالبراليني بيستاش وبالريس بيستاش ولا الداكواز بيستاش 100% وكريم بيستاش كله يبدو بيستاش ومن فوق هذاك هو البيستاش الصحيح اللي هذيك انت تعملها 20 بياس ب 100000 ما تخلصكش انت تعملها 100% قلت لك كيلو بيستاش ب 100000 البراليني برا شوف بقداش البيستاش هذه نفترض اني خذيت كيلو دي كيلو كي تعملوا براليني انت ما يعملكش خبزه كيلو كان تعملوا براليني وتعجنوا انت ما يعملكش خبزه
فلي هذا ما عادش تكتبوا على العبيد، ما عادش تحايلوا على العبيد، وهذا اللي عمل لي في سبع جبونيات وفي وسط مسكالوب، راي تاريخ خدمتك يا اخي العزيز غالطه، وراك تخدم تاريخ غالطه كومبليتمون، يجي غير مطابق المواصفات، يجي ان مو زيرو خارج الموضوع، ولاني حازك وربي كاني نخدم انا الحمد لله، الناس كلها تخدم، انا يا خويا راه التاريخ تخدم بها غلطه، راكم تقتلوا في العبيد وتسمموا في العبيد، ما فماش راه سكالوب، نجيب الحم ني نحطه مع خضره نيه ونخلطهم مع بعضهم فوق رياض بسكينه حديد. هذه ما فماش راه في القانون الواحد، راه اللحم وما تابعه وكل لك كيتيب في درجه حراره لازم يوصل لل 70 وال 75 ديجري باش الجراثيم والبكتيريا فيه كلها تموت، انت تجيبوا لي ني شوف مغسول به شوف مش مغسول يطيشوا على الخضره يسو تك 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 صب عليه حار عظم تك 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 البس درا شنو نصب عليه كريم فريش يا معلم شنو هذه يا ديرا كل ماكله عندها باز وعندها اسم وعندها تاريخ نتاع تحضير راه الصوص راه في كوجين وفي الكارد موجي فما مليارات لي صوص راه الصوص راه فيها كيفاش تتخدم الماكلة راهو فيها كيفاش تطيب كيف مش هكاك راهو باع لي خلط من نجي انا نقول لكم راني نعم في الكاتو نحط لك لوز ونصب عليه عظم وكاكاوي وشوي نواد كوكو ونبدا نعمل لك مكاي ونبدا نعزلك ماي راني عملت لكم اختراع اليوم هذه خبزه كاتو يسماها ما نعرفش شنو كيما هاني مطلعين شوكولاته دبي فالي هذا يا اخي انا نتكلم البريمي يعرض لي يحب يمشي يشكي بيها والفيديوهات عندي كل يمشي يشكي وترى نشوف شكون يحط الاخر في الحبس انا خاطر نحكي بالصحيح انا ما نكذبش على العباد ومانيش وراني عندي 20 سنه في الدومان هذه وراه ليجيان قراها انا واحد من الناس باش كملت متروني فوج ايجيان 9 سنين باش كملت اللي عباد اخرى ما تعدتش من قدامها البلاصه اللي قروا فيها في ليجيان دونك ما فما حد باش يعطينا دروس الحمد لله الدروس قريناها وتعلمنا واجتهدنا وعملنا على رواحنا وعديت سنين انا في ليجيان ابار في الوتله شنو عدينا فورماسيونات تاع ليجيان اجور كل يوم نعملوا فيه عباد اخرى تسمع بها اسمع اللي هذا واللي ينظر لي عملتي خبزي مش تشكي بي وتعمل لي تجيب لي عدل المنفذ يا ودي سايب عليك من اللغه نتاع الجبن في بالك خايف منك يعني انا والله فسخت وسطاتي البارح قدر في بعض الصحاب قال لك فوق عليك وسايب عليك تكذبوا على العباد وتتبلعتوا خبز قاتو بيستاش ب 10000 وكليوناتك كليوناتك محسوب يفهموا في القاتو كان جو يفهموا في القاتو ما ياكلوش اكل الماكله هذيك حاشا نعمه ربي راه مش تعاين بعد المنافس تشكي بي تشكي بي وقت نبدا ناكل نتاع الناس ونكذب على العباد ونتبلعت ونتحايل وانت حاله تخدم عندك باتين انت باش تخدم عندك تخدم بمطابق المواصفات انت المحل نتاعك ها نجيب لك ليجيان ونجيك اذا ما نسكرهاش ليك تدخل الحبس وخلنا نلقاك مطابق الاستوانه نعمل لك كنترول مش هم تو ندخلك للحبس تخدم انت في الباتيري نتاعك مطابق المواصفات تكسر في العظام وتغسل فيه تنظف تعقم في ماتريالك ماكش تخدم بالالمنيوم وبكل مزدد وبلك دونك سايب عليك راه نعرفوا البيرو ما فيه والله نجيب لك الصحن ما نسكر